السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع حلقة النهاردة ان شاء الله ازاي هنفرق بين القطة الولد والقطة البنت بكل سهولة وهما لسه صغيرين. تمام، الموضوع سهل جدا وبيتعرف على طول على فكرة. وهنتكلم كمان على موضوع تفتيح عينيهم، هما دلوقتي بقالهم 8 ايام. تمام، يلا بينا نبدأ حلقتنا على طول. وطبعا قبل ما نبدأها، لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس، تعملوا لايك وشير، ويلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. اول حاجة هنتكلم فيها يا جماعة ان احنا ازاي هنعرف الفرق بين الولد وبين البنت. طبعا انا لسه ما سميتهمش. تمام، هما دلوقتي بقى لهم ما شاء الله 8 ايام. خلاص هنشوف كده اول قطة معانا، نقول بسم الله. شايفين هي بقى لها 8 ايام ما شاء الله، لسه يدوب ايه هتبدأ تفتح عيونها. شايفين عاملة ازاي؟ اللهم بارك. طبعا دي بنوتة. شايفين لو لقينا المكان ده كده عالي خلاص يبقى هي ولد، انما شايفين المكان ده هي كده بنوتة. تمام، هناخد القط المشمشي ده وهو واكل وشبعان قاعد بعيد كده على جنب. بسم الله ما شاء الله. بس 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 بس. شايفين الفرق؟ شايفين ما شاء الله ده ولد، المكان اللي هو الجزء اللي بيبقى تحت ده بيبقى منفوخ كده، ده بيبقى ولد. شايفين؟ يبقى ما شاء الله احنا كده شفنا ولد وشفنا البنت. الرمادي دي بنوتة. تمام، والمشمشي ده ولد اهو. خلاص نقول بسم الله ونشوف القط الابيض ده نوعه ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو ده ولد واضح جدا يا جماعة. شايفين اهو واضح قوي، يعني ان المكان بيبقى منفوخ كده بالشكل ده، يبقى احنا كده ما شاء الله عندنا ولدين وبنت. نقول بسم الله. تعالي صغنن انت يا كمين، صغنن انت. دي بنوتة اهي، دي بنوتة، يبقى كده بنتين وولدين. ونشوف ده اهو، بسم الله. طبعا ده يا جماعة بصوا الحبل السري بتاعه لسه ما وقعش لانه هو صغير جدا، ده تقريبا اخر قط نزل هي ولدته. ضعيف قوي اهو. كلهم كل اخواته ما شاء الله الحبل السري بتاعهم وقع ما عدا هو لسه. طبعا احنا ما بنجيش جنبه، بنسيبه لما هو يقع لوحده، ما ينفعش ان احنا نشده. طبعا شايفين هي بنوته اهي، شايفين الفرق؟ دي بنوته، ما تخافيش اهو، تعالي مش هعمل له حاجه، تعالي حبيبتي. بس بس يا سيما، بس يبقى كده في تلات بنات وولدين، في تلات بنات يا جماعة وولدين. دي كمان بنوتة اهي، شايفين الفرق بيبقى واضح جدا. هنجيب دلوقتي الولد عشان نوريكوا برضو الفرق اهو، والبنت ده ولد اهو ودي بنوتة. تمام، ده ولد وده بنت. خلاص احنا كده خلاص عرفنا الفرق بين الولد وبين البنت. دلوقتي تمام هنشوف القطة اللي هي بدأت تفتح عيونها. تمام، لا مش دي اهي، هي اللي هي دي القطة اللي بدأت تفتح عيونها. شايفين عيونها بدأت تفتح، عشان نقدر نساعدها ان هي تفتح اكتر بنجيب قطنة. تمام، بنبلها مية بس بتبقاش غرقانة قوي، ونيجي بس يا لولو. بس هنيجي بقى على العين من هنا كده وهنبدأ نمسح بالراحة. تمام، علشان نقدر نساعدها ان هي تفتح اكتر اهو، عشان نشيل التشابك اللي في عينيها. تمام، بالشكل ده كده اهو، ومن هنا كمان. بس بس بس. ايه شايفين عيونها عامله ازاي؟ جميله ما شاء الله. طبعا هم ليهم ضوافر، شايفين ضوافرهم؟ ضوافرهم سبحان الله بينزلوا بضوافر كده اهو. هنبدا ان احنا نمس كده على عينيها. طبعا اللي ما فتحش عينه مش هنقدر نيجي جنبه، انما اللي بدا يفتح بالشكل ده كده هنجيب القطن مبلوله ونمسح على عينيهم علشان نقدر نساعدهم. طبعا ايه سيما بتعملي الحركه دي علشان ان انا اقدر ان انا انيمهم
وايه واكلهم. اوقات كتير بلاقيهم بيتخانقوا، تمام، فلما نلاقيهم بيتخانقوا وبيضربوا بعض عشان هما ليهم ضوافر ما يعوروش بعض، بنبدأ ان احنا نغير لهم الاماكن، نغير مكان الاكل بتاعهم علشان ما يتخانقوش. ايه يا روحي، شايفين الجمال والحلاوة؟ ما شاء الله، حد يبقى عنده الحاجات دي كده ويبقى زعلان؟ يعني بصراحة الواحد لما بيقعد معاهم بيحس بالسعادة، بيحس ان هو مبسوط. ما شاء الله. وبكده حلقتنا تكون خلصت النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش لو اول مرة تشوفوا القناة يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.